مساك الله بالخير. مسيك بالنور. انت بخير. صحة وسلامة. رحب فيك. ملعبك الثاني اقدر اسميه. بعد اي ملعب؟ بعد ننتقل ملعب نادي قطر يعني خصوصا المنتخب يلعب هنا. رحب فيك ابو سعدون وبشرف لنا. ويسمونه البطولات. اكيد ملعب البطولات. كم بطولة في السويد تذكر؟ والله وايد صراحة. وايد فزت هني مع النادي خصوصا المنتخب ما فزت ولا بطولة في الدوحة. اغلب البطولات اللي فزت فيها في الملعب كلها مع النادي. طيب انا في هالبرنامج في كل حلقة حسن احاول انقل صورة مشرفة لواحد من الشخصيات الناجحة المميزة في المجتمع القطري. وانت غير انك قائد منتخبنا وشرفنا في كثير من المحافل الدولية، انت فعلا مثال مشرف للرياضي وللمواطن الناجح. فانا سعيد صراحة باستضافتك في هاللقاء. شرف لي والله. وان شاء الله يعني نقضي معك دقائق جميلة ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. نمشي؟ تفضل. يلا حياك. بداياتك، طفولتك، دخولك النادي، مدرسة. والله بدايتي مع الرياضة كانت من المدرسة الابتدائية، يعني من الابتدائي دخلت التنس. بدايتي كنت ألعب تنس أرضي لين تقريباً لين ما صار عمري 7 أو 8 سنوات. وشفت مستواي وقررت أعتزل. خفت منك مسعده صراحة. فبعدها نلعب في الفريق يعني لما شافني عبد الله الشملان كان موجود يلعب في نادي السد الحين اعتقد توجه للتدريب فقال لي ليش ما تهد التنس وتجرب يعني تجي النادي تلعب فجابني معاه على يوم ركبت محمد جمعان كان هو ماسك فريقهم والله يعزك على السمعين اول جوتي كنت البسه يعني جوتي براغي كان من عند كابتن محمد جمعان معطيني اياه يعني بس المواصلة في هذاك الوقت كانت صعبة بالنسبة لك لأن أول شيء أنت تلعب في نادي أفضل نادي في قطر عند أفضل لاعبين أفضل محترفين وبعدين جات فترة وصول الفريق الأول كان تقريبا في 6 محترفين في كل نادي صحيح 2006-2007 أول سنة لي فريق أول حتى أول سنة سووا فيها فريق الرديف أعتقد صار موقف في السنة ما راح أنسى أحد الإداريين كان يشوف أن حسن الهيدوس ما راح يستوي لاعب كان يفضل ان اعارته او خروجه من النادي حتى كان الاسم المطروح لي ان اروح نادي المرخيه يعني فوقفوا معي الكابتن محمد العماري والكابتن عيسى الغانم اصروا اني اتم معاهم في النادي وقالوا انه لا بالعكس عنده موهبه وراح يسوي لاعب كبير ان شاء الله في المستقبل اعتقد هالشيء حرك شوي داخل مشاعري والحمد لله رب العالمين يعني موقف ما راح انساه اعتقد ممكن احد الاسباب الكبيره اللي خلتني اوصل لما وصلت عليه اليوم. طيب على ذكر الانجازات لو وقفنا شويه مع اهم انجازات في نادي السد، الفوز بالدوري والكاس كان شيء يعني شبه اعتيادي بالنسبه لنادي السد. لكن كلمني عن الفوز بانجازات اكبر، فوز بالشامبيونز ليج وايضا مشاركه في كاس عالم الانديه. اكيد صحيح البطولات المحليه اعتقد كانت شبه روتينيه اقدر اقول لك يعني كنا نفوز فيها تقريبا في كل موسم. نادر ما يمر موسم ما نفوز في ولا بطولة في أتكلم عن الألقاب المحلية أكيد البطولة الآسيوية الشامبيونز ليج أغلى ألقابي مع النادي نادي أفتخر فيه وأعتز فيه كون أن السد يكون أول نادي يفوز في البطولة بمسماها القديم أول نادي خليجي صحيح. عربي يفوز فيها أيضا بالمسمى الجديد هالشيء ما يحط عليك مسؤولية كلاعب نادي السد البعض يقول ان اللعب للسد مختلف عن اللعب لاي نادي ثاني، هل هذا صحيح؟ صحيح تماما، نادي السد دائما ينافس على اي بطوله كانت محليه خارجيه، اي بطوله يشارك فيها دائما السد ومسؤولين السد يحاولون انه يفوزون في هذه البطوله، فالضغط دائما موجود على اللاعب. الان انت راح تلعب مع نادي السد في نهائي كاس الامير في الوكره. شعورك وانت تلعب في ثاني ملاعب كاس العالم بعد ما لعبت في اول ملعب ساد خليفه وسجلت فيه في نهائي كاس الامير في اول ظهور لاول مباراه رسميه الان ايضا راح تكون تشارك في افتتاح ملعب الوكره شعورك بالتاهل وايضا شعورك مع اقتراب كاس العالم واستضافه قطر لكاس العالم اول شيء بالنسبه للاستضافه اعتقد شرف وفخر اني اكون قطري وان اكون جزء من هالحدث حتى لو
حتى لو كنت متطوع في ذيك الفترة، فخدمة البلاد أكيد فوق أي اعتبار. بطولة كبيرة، بطولة العالم كلها ينظر لها في المستقبل. متأكد وعلى يقين أن بلادي راح تقدم بطولة ممتازة من جميع النواحي، راح تكون أفضل بطولة كأس عالم مرت على التاريخ إن شاء الله بإذن الله تعالى. كمل جولتنا في الملعب. تفكر انت ما شاء الله اليوم حسن تجاوزت 100 مباراة دولية مع المنتخب، انجاز صراحة ما شاء الله تبارك الله، وانت للحين ما كملت 30 سنة. ابغى اتكلم شوي عن شعور تمثيل المنتخب. أكيد شعور تمثيل المنتخب صراحة هو حلم منذ الطفولة، يعني حلم من يوم أنا طفل، حلمي أن أمثل المنتخب وأرفع شعار المنتخب وأحاول أن أفيد منتخب البلاد يعني. فأعتقد شعور صراحة ما ينوصف. تقريبا إذا ما خانتني الذاكرة أول مباراة ليك كانت على مستوى المنتخب الأولمبي مع منتخب اليابان على هالملعب، كانت مباراة كثير مهمة في ظل مشوار التأهل للأولمبياد، كان مدربنا حسن حرمة الله. أعتقد كنت توني منضم للمنتخب وقاعد أشوف قدامي بلال محمد ومجدي صديق وخلفان إبراهيم والأسماء هذه يعني كلها، وأنا جو أكبر منك سنة أكيد، وأنا توني جاي يعني. أبغي منك من لحظة رفعك للكأس مشواركم إلى عمان، من عمان إلى الدوحة إلى الاستقبال الأسطوري. أعتقد قدم لحظة رفع الكأس. لحظة رفع الكأس صراحة شيء ما أقدر أعبر لك، يعني شيء ما في كلمة أقدر أوصفها لك تعبر لك عن شعوري لحظتها. ففخور، في بالي أشياء وايد يعني، في بالي القطر المسؤولين، عيلتي، إخواني، ربعي، فكل هالشيء قاعد يمر علي وأنا يعني برفع الكأس الحين يعني. أضف على ذلك التجهيز اللي جهزناه حق أساسيا، أضف على ذلك مشواري أنا من يوم كنت صغير لين ما وصلت لهالمرحلة يعني. أهم لحظة في حياتي، فأعتقد شيء أفتخر فيه، شيء صراحة ما راح أنساه طول حياتي. حتى وقفة جمهور عمان معانا سواء في الإمارات أو حتى وإحنا رايحين لهم يعني في الباص، كانوا ينتظروننا على الحدود، يعني على الحدود قاعد ينتظروننا ما شاء الله بأعداد كبيرة. استقبال صراحة أول ما تنزل تشوف على الهرم يعني تشوف أمير البلاد ينتظرك ويستقبلك بالورد، تغد لحظة تاريخية لنا كلنا ما راح تنسي. فهاللحظة تأكد أن أنت سويت شيء خدمت فيه بلادك. أكيد مجالي رياضي في كرة القدم، الحمد لله قدرت أخدم بلادي في هالبطولة وأرفع اسم بلادي يعني في محفل كبير مثل كأس آسيا. وفهد مشكور على وقتك، فرصة طيبة شفتك، كنت بخير وانت بصحة، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وشكرا على استضافتنا في ملعب البطولات، بيتك ومكانك ومثل ما يقول المصريين مطرحك بعد نادي قطر. هذا قطر الأول يعني. أتمنى لك التوفيق يا رب، إن شاء الله المزيد من النجاحات وإنجازات، بالتوفيق في كوبا أمريكا بإذن الله، وإن شاء الله نشوف كأس عام 2022 إن شاء الله بإذن الله. مشكورك، مشكور.